يا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الحوت فلوج. مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوج فلوج جديد. اليوم الحد كما كتعرفوا نهاية الأسبوع موفق الجميع، هذا فيديو سبيسيال ديديكاس لأحلى متابعين ديال قناة الحوت فلوج. المهم فيديو ديال اليوم غنمشيو ندوزو نهوار حماق مع مجموعة شموع المدينة في شاطئ مرقلة. يلا معنا كاملين. المهم أخوتي كما قلنا لكم احنا في الطريق للشاطئ، ها احنا كنتواجدو حدا الجامع ديال ايبيريا، احنا طالعين في الطريق من مرقال. كما قلنا لكم غنمشيو من مرقال غنشوفو المدينة. المهم اخاي بلال بغا يقول لكم شي حاجة. المهم الخوت دخلوا عند العربية عند الحوت بلوج وعملوا له جيم وابوني وبارتاجي. ايوا يا خوتي كما سبقنا قلنا لكم ماشي مرقال، احنا كنتواجدوا دابا في شارع امام مسلم في دراد، احنا ماشي مرقال. هذا هو شارع الامام مسلم اللي كيهود من ايبيريا مرقال. ماشي في الطريق ديالنا. المهم اخوتي حنا باقيين مع شموع المدينة، باقي في شاطئ مرقلة، كندوز لكم الاخ حديد. يا وليلي لا فين اخوت مزيانين بخير يمشيو كاملين. بغيتكم تابونا عند محمد العربي بيس خاو ديالي اعزك. تحياتي خاي محمد. كيف اخاي؟ راك غاد؟ المهم اخوتي كما قلنا لكم ماشي مرقلة، حنا وصلنا الشاطئ ديال مرقلة. كما كتشوفوا شعلة خضورة تبارك الله، يوم الربع باقي ما دخلش الخضورة تبارك الله. المهم كنصح الامهات والاباء يجيبوا وليداتهم يلعبوا هنايا، وهاد المطاعات كاينه كما كتشوفوا المطيشه، كاينه الالعاب ديال الدراري الصغارين. المهم ما باقي لنا والو، نوصلوا ان شاء الله الشاطئ ديال المرقاله ونتلاقاو مع احسن شموع المدينه، احسن مجموعه حاليا شفتها في المدينه ديال طنجه. تحياتي للام هاد المهم. مع شموع المدينة كنقدم لكم اخ عماد الشاوني. مرحبا بكم مع السي محمد، رجل طيب عمره سلعة، دخلوا تابونا الزين الزين. تحياتي لك. قلت لكم احسن مجموعة في المغرب، احسن مجموعة في المغرب. هاتم اخوتي شوفوا تبارك الله الناس كات هذيك كتنقي الشاطئ ديال مرقال، يعني الشباب طموحين تبارك الله، باغين يزيدوا ببلادنا القدام. هاتم اخوتي احسن مجموعه، الا قلت لكم احسن مجموعه احسن مجموعه. تحياتي للام اخوتي. هما خدامين تبارك الله، هما كينقيو الشاطئ ديال المرقال. المهم اخوتي حتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعل الجرس باش يوصلكم ديما جديد. مع تحيات الحواس فلوج.